في 23 من أكتوبر قبل 4 سنوات أعلن عن نهاية نظام معمر القذافي في ليبيا. توقع الليبيون حينها أن يحتفلوا في الذكرى الأولى لهذا اليوم، وقد تجاوزوا المرحلة الانتقالية إلى مرحلة بناء الدولة. لكن هذه المرحلة طالت، ودخلت ليبيا في كل سنة من السنوات الأربع الماضية في متاهة عنف وصراع جعل للبلاد عاصمتين وحكومتين وبرلمانين يدفعانها نحو الانهيار في حال لم يتمسكا بيد الحوار التي يقدمها لهما المجتمع الدولي. أسبوع ليبي الأحداث والذكريات، أشهر من جولات الحوار باتت في مهب الريح تجر خلفها 4 سنوات منذ ما عرف بتحرير البلاد. 3 أيام فقط بعد 20 أكتوبر، التاريخ الذي يتذكره الليبيون وكثيرون غيرهم عبر العالم، وأعلن عن تحرير ليبيا من مهد الثورة بنغازي بعد سقوط آخر معاقل القذافي سرت. انتقل المجلس الوطني وقتها السلطة المؤقتة التي تشكلت عقب 17 فبراير من إدارة البلاد وحربها إلى تنفيذ التصور السياسي الذي وضعه خريطة طريق لبناء دولة مؤسسات. رؤية سياسية كانت تستند على أن ليبيا ستكون دولة مدنية، دولة تؤمن بالتداول السلمي على السلطة، تؤمن بدولة المؤسسات وسلطات المستقلة والسلطة القضائية في مقدمتها. هذه الرؤية قدمناها واعتمدناها في إعلان دستوري أصدرناه في أغسطس، في بداية شهر أغسطس، في 3 أغسطس 2011 تضمنت هذه الرؤية. من الكتاب الأخضر إلى إعلان دستوري مؤقت، ومن لجان شعبية إلى انتخابات وقانون انتخابي، بدأت ليبيا ما بعد القذافي تسلك طريقاً أخرى غير تلك التي أجبرت على سلكها لأكثر من 4 عقود، طريق لا دولة. لكن هذه الطريق لم تخلو، وعكس عهد القذافي، من الانفلات الأمني والعنف الذي أطفأ شمعته الرابعة بداية السنة. وضعت السلطة الانتقالية ليبيا في عهدة الثوار الذين تغيرت أهداف كثيرين منهم بعدما أسقطوا نظام القذافي، فشكلوا عشرات الميليشيات على أسس عقائدية وأقبلية هددت حلم بناء الدولة، وأدخلت البلاد في متاهة عنف لم تجد لها مخرجاً حتى الآن. بكرة هذه الأعمال مقتل وإصابة المئات في العاصمة بسبب صراع بعض ثوار مصراتة والزنتان للسيطرة على مطار طرابلس. بعد عن الحصيلة الإنسانية الثقيلة، كلف هذا الصراع ليبيا غالياً على الصعيد الدبلوماسي، بعد أن بدأت البعثات الدبلوماسية بإغلاق وسحب موظفيها من العاصمة وتحذير مواطنيها من التوجه أو البقاء هناك. ومع ذلك أكمل الليبيون طريقهم إلى صناديق الاقتراع في أول تجربة ديمقراطية لهم. يعني أول مرة في تاريخ ليبيا منذ 60ينيات القرن الماضي لا تشهد ليبيا انتخابات على الإطلاق، ولا توجد فيها أحزاب سياسية، ولا يوجد فيها مؤسسات أصلا مدنية حقيقية. تحققت انتخابات، يعني أنا كنت مستغرب أن يعني يبلغ الوعي بالناس إلى هذا الحد. أكثر من 3 مليون شاركوا في انتخابات من إجمالي عدد سكان ليبيا، يعني 6 مليون إذا استثنينا من لا يستطيع الانتخاب من الصغار والعجزة والمسنين وإلى آخر ذلك ورجال القوات المسلحة الممنوعين من الانتخاب والاختراع. إذا استثنينا كل ذلك 3 مليون وذهبوا الانتخابات في كل ليبيا في شرقها وغربها وجنوبها. انتخبوا المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة تشريعية في البلاد كانت مكلفة بصياغة دستور جديد وتشكيل حكومة تستلم زمام الأمور عن حكومة عبد الرحيم الكيبة الانتقالية
التي شكلها المجلس الوطني الانتقالي قبل أن يسلم مقاليد السلطة المخولة له للمؤتمر في 8 أغسطس 2012. كان الرهان على إنهاء حالة الاحتقان السياسي والانفلات الأمني الذي تتخبط فيه ليبيا كبيراً على انتخاب المؤتمر الوطني العام وتشكيل حكومة منتخبة. لكن هذا الرهان لم يصمد أمام التجاذبات السياسية التي طفت على سطح الأزمة الليبية بعد سقوط نظام القذافي. فكان القرار الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي بإلغاء قانون تجريم تأسيس الأحزاب الذي فرضه القذافي منذ سبعينيات القرن الماضي سيفاً بحدين، خاصة وأنه ربط الإلغاء بحظر تشكيل كيانات سياسية على أساس ديني أو قبلي أو عرقي، الأمر الذي كان شبه مستحيل في بلد تبحث فيه كل مجموعة عن موطئ قدم ترتكز عليه في قيادة الدولة مستقبلاً. كانت ليبيا ستسير قدماً في طريق النماء وطريق الدولة المدنية والدولة الديمقراطية، ولكن للأسف الشديد التيار الإسلامي السياسي، دعني أتحدث بصراحة وبوضوح، التيار الإسلامي السياسي ممثل في الإخوان المسلمين وفي الجماعة الليبية المقاتلة وفي غيرها من الجماعات التي تكونت في أعقاب الثورة وانتشار السلاح كجماعة أنصار الشريعة المرتبطة ارتباط وثيق بتنظيم القاعدة، والوحدات والجماعات المرتبطة بهذه التنظيمات تحت مسميات مختلفة خرجت علينا، هي التي قلبت الموازين في ليبيا وهي التي عرقلت الانتقال الديمقراطي. كانت المرحلة الانتقالية لا تتجاوز العام والنص. الصراع السياسي الذي كان محصوراً بين حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي للإخوان المسلمين وتحالف القوى الوطنية، أجهض حكومتين لمصطفى بوشاقور، فكانت ليبيا قاب قوسين أو أدنى من الدخول في فراغ دستوري بسبب عدم قدرة أي حكومة على نيل ثقة المؤتمر قبل أن يستدرك الأخير الأمر ويعدل الدستور المؤقت الذي اعتمده سلفه في السلطة المجلس الانتقالي ويمدد لحكومة عبد الرحيم الكيب. وقبل أن يتمكن المؤتمر من انتخاب علي زيدان رئيساً جديداً للحكومة، دخلت ليبيا منعطفاً حاداً للعنف بالهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي وقتل السفير كريستوفر ستيفنز، هجوم كان إنذاراً بوضع أمني متفجر لم يصمت عنه أهالي بنغازي، خاصة بعد طول مسلسل الاغتيالات لقيادات الجيش وقيادات أمنية رفيعة المستوى، عدا عن الهجومات المتكررة على السفارات والقنصليات الأجنبية في البلاد. خرجوا في ثورة ثانية لكن ضد الميليشيات المسلحة هذه المرة، فأعلن غداة ذلك عن حل جميع الميليشيات غير المنضوية تحت سلطة الدولة، قرار لم يكن سوى كلمات على ورق. أما الوضع على الأرض فلم يبدأ بالتزحزح حتى أعلنت عملية الكرامة. اليوم بدأت معركة الوطنية التي اضطرت طلائع أحرار الجيش الوطني الليبي إلى خوضها دفاعاً عن الوطن والشعب وعن حياة وأرواح ضباطنا وجنود القوات المسلحة الذين تم ويتم اغتيالهم بالمئات. لكن الوضع السياسي والدستوري لليبيا قبل انطلاق الحرب ضد الميليشيات المسلحة كان على صفيح ساخن. بعد اعتماد قانون العزل السياسي حل نوري بوسهمين مكان محمد مكريف في رئاسة المؤتمر الوطني مستفيدا من دعم حزب العدالة والوفاء. أشهر بعدها كان من المفترض أن تنتهي ولاية المؤتمر، لكنه مدد فترة ولايته. ما حدث بعد ذلك معروف للجميع، وهو سيطرة تيارات معينة وانحرافها من المؤتمر الوطني عن الأهداف المرسومة له في الإعلان الدستوري، وهو الإعداد لانتخابات دائمة وتشكيل حكومة اتحادية دائمة وإلى غير ذلك وإعداد دستور للبلاد، ولكن هذا لم يتحقق إلى يومنا هذا. قرار أثار حنق كثير من المدن الليبية خاصة بنغازي التي اشتكت من إهمال مؤتمر طرابلس لمهد الثورة، في الوقت الذي كانت فيه ما تعرف بلجنة فبراير تعمل على الإعداد لانتخابات مجلس النواب الذي اتخذ من بنغازي مقرا له، انطلقت عملية تأمين المقر الجديد للسلطة التشريعية. في 16 مايو 2014 هجمت القوات التي شكلها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحدات من ميليشيا 17 فبراير ودرع ليبيا إضافة إلى أنصار الشريعة في بنغازي قبل أن ينتقل الصراع إلى العاصمة طرابلس وغيرها من المناطق. بالموازاة مع معارك الأرض انطلقت معارك أخرى في دهاليز السياسة
عندما أسفرت نتائج انتخابات مجلس النواب عن خسارة التيار الإسلامي، فأصبحت ليبيا دولة مدهرة غرباً من مؤتمر وطني منتهية ولايتها، وشرقاً من برلمان شرعي بعيد عن العاصمة. حكومة في الشرق وحكومة في الغرب موازية، في برلمان في الشرق منتخب وشرعي، وفي برلمان آخر انتهت صلاحيته وأعيد بقوة السلاح إلى المشهد. هذا لا يجب أن يستمر في ليبيا. لماذا؟ لأن اللي يدفع الثمن هو المواطن، مواطن الشرق، مواطن الغرب، مؤسسات الدولة كلها موجودة في الغرب، كلها تحت سلطة الكيان الغير منتخب، الكيان المنتهي صلاحياته، تحت سلطة الجماعات المسلحة. لا يجب أن يكون هذا، وهذه هي الدولة وهذه هي العاصمة، يجب أن ترد العاصمة إلى حضن الوطن، وهذا لا يكون إلا بالاتفاق السياسي. صراع استغله تنظيم جديد في المنطقة وجد كثيراً من الفراغ والفجوات الأمنية ليسيطر على كامل مدينة سرت ودرنة، وتمتد يده حتى إلى بعض المناطق في طرابلس وصبراتة. التجربة العسكرية الحديثة العهد التي يقودها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لم تكن لتسد كل هذه الفجوات الأمنية، فبناء الجيش لا يزال في مراحله الأولى، والحظر الدولي لأسلحة لا يزال يكبل تحركاته. نحتاج إلى سلاح وذخيرة فقط، يعني الرجال موجودين، الجيش ينمو كل يوم يزيد. بدون دعم من المجتمع الدولي لن نستطيع أن نحقق شيء، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب، لأن التسليح محظور، هناك يعني فيتو على تسليح الجيش الليبي من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وهذا لن يزول إلا بتوحيد البلاد. لماذا؟ لأن هناك جماعات إرهابية تعمل في كل ليبيا وسيطرت على العديد من المدن، تخشى أو المنظمة المتحدة أو المجتمع الدولي إن لو ورد أسلحة إلى ليبيا تذهب إلى هذه التنظيمات. لم تتوقف الحكومة الليبية المعترف بها دولياً برئاسة عبدالله الثني عن الاستنجاد بالدعم الخارجي الذي بلغ حد تشكيل قوة عربية مشتركة تخلص البلاد من براثن داعش، دعم لا يمكن أن يقدم لدولة بقيادتين، فكان أن ارتبط الدعم الدولي بالدخول في حوار وطني لتشكيل حكومة وفاق وطنية تنهي خلاف الشرق الليبي بغربها. كان هناك شرطاً لازماً وضعه المجتمع الدولي بعد استصدار مجلس الأمن لقرار 2214 في 27 مارس الماضي، وهو ضرورة التوصل إلى حكومة وفاق وطني. نحن نأمل بالفعل أن نتوصل إلى ذلك في القريب العاجل، وبالتالي فإن هذا الشرط يكون قد تم الإيفاء به، ونأمل بعد ذلك، ونحن واثقون، لا نأمل ولكننا واثقون بالفعل بأن المجتمع الدولي سوف يساعد الجيش الليبي. استقبلت مدينة غدامس الليبية أولى الجولات وسط تفاؤل دولي على لسان مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون، قبل أن ينتقل الحوار كما في جميع الملفات الدولية إلى جنيف، لكن بدون إحراز أي تقدم وسط رفض ممثلي حكومة الإنقاذ الطرابلسية بقيادة عمر الحاسي المشاركة في حوار خارج الأراضي الليبية. أشهر قليلة بعدها نجح المبعوث الدولي في إعادة طاولة الحوار إلى غدامس. اتفق المشاركون وقتها على عدة مسارات للحوار، المسار السياسي والأكثر تعقيداً كان من نصيب الصخيرات المغربية، ومسار المجالس البلدية والمحلية المنتخبة في الجزائر، إضافة إلى ممثلي القبائل في القاهرة. بعد جلسات متوالية لمؤتمر طرابلس وبرلمان طبرق في الصخيرات، توصل أطراف النزاع إلى اتفاق قاده المبعوث الدولي بنفس طويل. تنفس الجميع الصعداء عندما خلصت الجلسات الماراثونية إلى اتفاق بشأن حكومة الوفاق الوطني قبل أن يخرب ليون ما صنعته يداه. كان إعلاناً محفوفاً ببعض المخاطر، حيث تم الحديث عن تسميات لمناصب مهمة، رئاسة مجلس الأمن القومي، رئاسة مجلس الدولة، توسيع المجلس الرئاسي من 5 إلى 6 أشخاص، والأنكى من ذلك الإعلان عن مقترحات للسيد برناردينو ليون بخصوص تشكيل الحكومة. حلقة فشل الوساطة الدولية اكتملت بعد رفض مجلس النواب في طبرق ما سبق ورفضه المؤتمر المنتهية ولايته. ما أعلنه ليون لم يرق للسلطات التشريعية المتناطحة فقط، بل للشارع الليبي الذي خرج في مظاهرات واسعة بعدة مدن رافضاً ما يعتبره وصاية وتدخلاً دولياً. الرأي العام الليبي والشارع الليبي غير ممتاح تماماً لهذا الإعلان، ويعتبر أن إقحام
المبعوث الأممي بنفسه في خاصة في إعطاء أسماء علنا إلى المجلس الرئاسي هو تدخل في اختصاصاته، وأيضا محاولة من المجتمع الدولي لفرض حكومة وصاية، ما يعتقد أنها حكومة وصاية دولية. فحادت الأزمة الليبية إلى المربع الأول ضاربة بعرض الحائط، اليد التي يمدها المجتمع الدولي قائلا إنها الفرصة الأخيرة لليبيا. هذا الملف نتناوله بمزيد من التحليل والتفصيل مع ضيفي من القاهرة الباحث السياسي الليبي فرج زيدان بعد الفاصل. وينضم إلينا الآن من القاهرة الباحث السياسي الليبي فرج زيدان. أهلا بك معنا سيد فرج. من المسؤول في رأيك عما آلت إليه الأمور في ليبيا الآن؟ نعم، هذه المسؤولية يتحملها طرفان، الطرف الأول هو طرف داخلي والطرف الثاني هو طرف خارجي. أما الطرف الأول الداخلي نقصد بها جماعات العنف، وجماعات العنف أو جماعات السلاح هم نوعان، الأول هم شبكات المصالح على سبيل المثال، والنوع الثاني هم جماعات الإيديولوجيا، الإيديولوجيا بطرفيها المتطرف أو ما يسمونه بالمعتدل. ولذلك هذه الجماعات أصبحت رافضة لقيام الدولة المدنية، وترى بأن السلاح هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافها، سواء أهدافها النفعية المصلحية المتعلقة بالثروة أو المتعلقة بالمصالح الجيوسياسية أو فيما يتعلق بأفكارها العقائدية. أما فيما يتعلق بالطرف الثاني ألا وهو القوى الغربية، أو نقصد تحديدا القوى مهندسة الشرق الأوسط الجديد، التي هي الآن أدخلت ليبيا في إطار التنافس الدولي لتصفية نزاعات إقليمية أو لتصفية حسابات إقليمية، واتخذت ليبيا يعني على سبيل المثال عندما نتكلم في قضية الصراع الآن غير المرئية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تزج ليبيا في هذا الإطار. عندما نتكلم عن قضية الصراع بين تركيا وبين مصر لقيادة المنطقة على سبيل المثال، زجت ليبيا بهذا الصراع. ولذلك أختزل لك بأن المسؤول عما يحدث ليبيا من توترات هم أطراف في الداخلية، جماعات العنف الذين تكلمت عليهم، والقوى الغربية وتحديدا المنظومة الأطلسية. هذا رأيك، ولكن ثمة من يقول إنه لو اختلف سلوك جماعات الإسلام السياسي والجماعات المسلحة داخل ليبيا لما وصلت الأمور إلى كل هذا. نعم، حقيقة أولا كما قلت بأن جماعات العنف من بينها هي جماعات الإسلام السياسي التي تستخدم إيديولوجيا دينية، وهذه الجماعات هي لا تؤمن بالتحول الديمقراطي. نحن الآن نتكلم عن عقبات التحول الديمقراطي، ومن ثم الفكر الذي تنهجه تيارات الإسلام السياسي بعد الإخفاقات التي تعرضت لها لسيما في مصر، والتي تمثل ليبيا عمقا استراتيجيا لهذه الدولة، وبقاء الدولة العميقة وعدم سقوطها كما يرغب الإسلام السياسي، هو الذي جعل جماعات الإسلام تتشبث بالسلاح ناهيك عن خسارتها ديمقراطيا، بالإضافة إلى ذلك ارتباطها بهذه التنظيمات المتطرفة والانتهاكات واسعة النطاق، ومن ثم أصبحت فكرة الدولة المدنية في هذه الحالة غير محببة لهذه التنظيمات. نعم. طيب، إذا استمر الوضع الحالي من المستفيد ومن الخاسر باختصار؟ نعم، كما قلنا أولا المستفيد هناك أطراف داخلية لديها رؤية أو إعادة يعني الجيوسياسية في هذه المنطقة، خصوصا وأن بعض الدول ترى في مسألة إحقاق التفوق الإسرائيلي في المنطقة وإضعاف مصر، وإضعاف مصر يأتي عن طريق ليبيا، هذه مسألة، ومن ثم نحن نشكك في نوايا المجتمع الدولي، بالإضافة إلى ذلك بأن الإسلام السياسي لا يمكن أن يقبل بالديمقراطية ما لم تحقق الديمقراطية نتائجه أو تحقق له السيطرة على ليبيا، ومن ثم سنرى سيناريو العنف، ومن ثم يتطلب الأمر تعاونا إقليميا، لأن ما يحصل في ليبيا هو تهديد للمنظومة الإقليمية. سنأتي لهذا، ولكن فقط دعني أستغل الوقت الآن. في ظل هذا الانتشار لتنظيم داعش في المنطقة وفي ليبيا أيضا، هل يخطئ العالم باستمرار حظر السلاح عن الحكومة الشرعية؟ لا، هو أعتقد بأن حظر توريد السلاح مقصود،
وهم يرون بأن تنظيم داعش على مرمى ومسمع الآن وهو يتمدد الآن. بالإضافة إلى ذلك هم يرون التدفق الذي يأتي على سبيل المثال من بعض الدول التي تمثل حليفة أو دولة يعني عضو في حلف الناتو، على سبيل المثال نقصد تركيا على سبيل المثال، وحتى ربما الدور القطري. المجتمع الغربي يعلم هذا الدور تحديدا، ولذلك كما قلنا مسألة داعش هي باتت قضية توازنات أو مسألة حرب بالوكالة. ومن ثم ما دامت الدولة العميقة موجودة بمصر لأن الهدف الأكبر هو مصر أو الجائزة الكبرى، ومن ثم ما نراه الآن من اتفاقات دولية وما نراه الآن من حوار وما نراه الآن من تصريحات تخرج عن المنظومة الدولية وخصوصا القوى الغربية، ما نرى يعني هو عبارة عن تصريحات شفهية تماما، تصريحات دبلوماسية تتنافى مع الواقع، هو الغاية منها إنتاج منطقة خضراء فقط تكرارا للسيناريو العراقي مع اختلاف بعض الخصوصيات. طيب في ظل كل ما قلته الآن، ما هو الحل الذي يجب أن ينتهجه الليبيون وتنتهجه مصر وأن ينتهجه العرب أيضا؟ نعم، الليبيون الآن يقومون بدورهم خصوصا في منطقة الشرق الليبي، هم الآن قدموا ما يملكون وقدموا حاضنة شعبية، وحتى الآن القبائل باعتبارها قوة فاعلة على الأرض أصدرت العديد من البيانات بتبرئها من بعض أبنائها الذين انخرطوا في هذه التنظيمات. قبائل قدمت الدعم المادي والمعنوي للقوات المسلحة التي تحقق انتصارات كثيرة نراها نحن الليبيون وخصوصا أبناء بنغازي. أيضا على الدول التي تقوم القوات المسلحة الليبية بالحرب نيابة عنها، أقصد على سبيل المثال كل الدول العربية المهددة من الإسلام السياسي الذي يريد إسقاط هذه الأنظمة، أن تقدم مزيدا من الدعم. الرجال موجودون كل ما في الأمر، نحتاج إلى يعني الضغط على مسألة نفي حظر توريد السلاح على الجيش الليبي فقط، وها هي معركة بنغازي الآن أكبر دليل واضح على انهيار التنظيمات المسلحة. أشكرك شكرا جزيلا من القاهرة الباحث السياسي الليبي فرج زيدان. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من عن قرب، شكرا لطيب المتابعة.